لكنني أريد أن يكون هذا الدعاء داخل في التربية، فأريد أن أقترح لكم نموذج للدعاء الذي يربي. اتركوا جانب الأدعية التقليدية اللي درنا في صلاة الجمعة اليوم، أجيو تسمعوا أدعية، أنا سوف أدعو، أنتم وعوا الدعاء زين وقولوا آمين. اللهم نمي فينا ملكة النقد الذاتي، وارفعنا إلى مستوى النفس اللوامة. اللهم أبعد عنا روح التقليد، وازرع فينا روح الابتكار. اللهم ارحمنا من نار التعصب، وألهمنا روح التسامح. اللهم حررنا من ربقة الجمود والتحنط العقلي، وعلمنا ترقية عقولنا وإحكام تفكيرنا، وألا نخاف من العلم. اللهم علمنا النظافة وروح الجمال، ودقة المواعيد وإتقان العمل، والذوق الرفيع في قيادة السيارات. اللهم علمنا ألا نلقي على الأرض العلب الفارغة وأكياس البلاستيك، وأن نحافظ على بيئتنا نظيفة من التلوث. بهجة للناظر، احنا عندنا شي ادعيه غير ديال اللهم شتت شملهم وابد خضراءهم ويتم اطفالهم ورم النساء، حنا افلام الرعب في الادعيه ديالنا، لكن هو ادعيه راقيه تعلمنا كيف نقود السياره بشكل جميل. اللهم علمنا الاناقه في كل عمل، وحسن الاداء والالفاظ الكريمه، والتعامل الحسن مع كل عباد الله، وهذه غتقولوا لي امين بزاف، وعدم اكل الديون، قولوا امين. اللهم حبب الينا الحوار والبعد عن الصدام، وعلمنا فن الإصغاء للآخرين، والصبر على مخالفينا في الأفكار. اللهم لا تجعلنا ممن يسرع في التكفير ويتورط في إلقاء أحكام الزندقة على الناس، وحبب إلينا احترام الاختلاف والتعددية. اللهم حبب إلينا زراعة الورد والعناية بالشجر، وكراهية الغبار والوسخ والقذارة والفوضى والتسيب الوظيفي واحتقار الآخرين. السليت في الإدارات بارح داروا تقرير يا إخوان، متوسط عمل الإنسان في الدول المتقدمة 7 ساعات، تيسلت ساعة يشرب قهوة ولا كميليار ولا يدخل الانترنت يشوف شي حاجة. تعرفوا في العالم العربي شحال لقاو متوسط العمل موظف في العالم العربي وكيدخل تمنية السوايع شحال كيخدم فيه؟ 27 دقيقة. الشيء الآخر كيدير فيه حاجة أخرى، يشرب قهوة ولا كميليار ما فيه مواقع اللي ما كيتسموش. اللهم علمنا احترام الوقت، والثقة بالإنسان، والرحمة بالناس، وتقدير المرأة، والشغف بالعلم، وعشق الكتاب. واش عرفتوا متوسط القراءة في العالم؟ الدول المتقدمة 200 ساعة في العام، الدول المتخلفة شحال لقاو؟ 6 دقائق. متوسط الإنفاق شحال لقاو في الدول المتقدمة؟ متوسط الإنفاق على الكتاب $1000. تعرفوا في المغرب متوسط الإنفاق على الكتاب شحال؟ درهم. تعرفوا متوسط الإنفاق على الكارو في المغرب شحال؟ قولوا شحال؟ 900 درهم. عرفت شحال متوسط الإنفاق على التليفون؟ 1000 درهم. عرفت شحال متوسط الإنفاق على الدواء؟ 187 درهم. أنا هذه المؤشرة ديال التقدم. اللهم ازرع فينا الروح السلامية من السلام، وأبعد عنا روح العنف وعقلية الانقلابات العسكرية والاغتيالات الفردية وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم منحنا قدرة ضبط النفس عند شدة الانفعال، ونار الغضب، وكسرة الحزن، وانهيار الخوف، وضباب الشهوة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.